خاصة في البرلمان العراقي، حيث أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من المرجع الديني مقتدى الصدر أنها ستتحول للمعارضة. وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحفي إن كتلة سائرون البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب، وستبدأ اعتصاما داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين. وقال النائب بدر الزيادي: نحن في الطريق الآن إلى مجلس النواب للاعتصام هناك إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي.